بنات قاعدين تشوفون هذه الأيام كيف الغيرة والحسد اللي قاعد يصير؟ يعني أتعرض لمواقف الناس تفكر إن الشخص ما قاعد يشتغل وكأنه بس جالس في البيت، ما قاعدين يشوفون قد إيش الواحد يتعب. قاعد تصير معكم مواقف نفسي ولا؟ أي أنا تصادفني أوقات يعني أكتشف حتى ممكن مو ناس غريبة، ناس مقربين وأصدقاء، تكتشفين أحيانا ملامح وجوههم تتغير لما يسمعون أنت جاية تبشريهم بخبر حلو. أو أنا تعبت على فلان شي وإجتني فلان نتيجة، أكتشف أنه مبروك، اللي هي كانوا برود. أي أنه صار، ليش ردة الفعل هذه؟ هل هي غيرة؟ هل هي أنه شوية نوع ما أعرف، ما أفهمها، ما لقي لها تفسير أحيانا. أو الناس بيشوفوا الصورة من برا، بيشوفوكي بتسافري قاعدة بتسافري، أكيد أهلها دفعينها كل إشي ومش عارفين إنه السفر هو عبارة عن شغل ومش ملحقة وأصلاً كوفي ما نشرب. الناس أوقات ما تفرق بين إنه أنتي شغلة تعبتي عليها وبين إنه شغلة على الجاهز تجيت وخلاص، يمكن همين من باب الفراغ هذا الشيء يخليهم يركزون وياك بس بطريقة سلبية فتولد غيرة. زين، ما أنا جبتوا هاي السيرة شوية، خلنا ندور الدائرة ونسأل نفسنا، إحنا ما أوقات نحس بهذه الأحاسيس؟ يعني مثلاً لما نسمع خبر صديق أو حتى شخص غريب قاعدين نتابعه ونعرف أخباره، ممكن نعتبره قدوة أو مجرد شخص إحنا يعجبنا وشفنا إنه هو مثلاً عقد فلان صفقة أو اشترى بيت أو حصل أموال، منحس أوقات بشوية يعني إحباط. لا مو خايفة تحكي إحباط. كلمة غيرة؟ غيرة أو إحباط أو إنه ليش إحنا زين ما سوينا هالشي، يعني ما تجي عندكم هذه أحاسيس؟ أتوقع بتصير مع أي حدا إشي طبيعي كمان، يعني إحنا بشر بالنهاية وممكن نحس هذا الإشي، وأحياناً لما نحس هذا الشي يعني مثلاً أنا لما أشوف حدا عم يركض بالشارع وعم بلعب رياضة هون بحس إنه في نفسي أنا كمان أعمل نفس الإشي. بالنهاية بتعطيني زي فكرة عن أنا عن جد شو بدي، فلما نحس أحياناً غيرة حتى لو كانت مش دائماً سلبية بس إنه ما تكون بتأذي، مش بدنا نأذي حد تاني، نعرف من خلالها إنه شكله هذا الشيء اللي أنا عن جد بديها. صح، إنه توصلي مسج إنه هذا الشيء أنا أبغاه، قصدك إن الغيرة بينك وبين حالك، يعني لما تحس يمكن حدا وصل لمنصب معين وأنت حسيتي بغيرة من جوا بتعرفي إنه أوكي شكلي أنا عن جد مو غيرة. لا أنا أتمنى له التوفيق. أكيد. بالعكس الله يوفقه ويعطيني، وإنه أنا أسعى بعد إني أوصل لهالمرحلة، بس إني أفكر إنه هو كأنه يسوي لي بوش إنه أصحي يلا اشتغلي، بس ما أروح أذي أحد ولا أقدر أقول له ليش عطوك وأنا ممكن جالس في البيت وبقناعتي وإرادتي جالس في البيت، ما عندي أسباب تمنعني مثلاً أنا أشتغل. صح، فهذا النقطة تجارت مستفزة، صح ولا لا؟ بالحالة أنت استحقيتي هالشيء. صح، اشتغلت. هذا يمشي على الاستحقاق. أحياناً أحس هذه مشاعر صعب الناس تعترف فيها وتواجه نفسها، إنه مثلاً أنا شنو تصنيف هذه المشاعر؟ هل هي غيرة؟ هل هي غيرة سلبية؟ غيرة إيجابية؟ مثلك إنه أنت تتشجعين أو فعلاً أنا أستحق هالشيء وما إجاني على طبق من فضة وبيوم وليلة. زين، الغيرة الإيجابية هذه شلون الواحد يولدها بنفسه؟ يعني أنا عن نفسي إنه مثلاً أحاول مثل ما قلتي إنه أشوف ناس وأستلهمها منهم. شلون أنتوا؟ أنا عني أصاحب ناس تكون ناجحة أنجح مني، لأن لما هي تكون أنجح مني راح تخليني غصب أصير زيهم، بس شيء خلاني أنجح للأفضل. ما أتمنى لها الأذية، بالعكس أشكرها صراحة اليوم، لأنه يعني هذول الناس هم اللي دفعونا نكون اليوم هنا وصلنا. تدفعت لقدام. في فرق بين الغيرة والحسد. الحسد إنه نشوف حدا عنده شيء ونحقد عليه إنه ليش بالضبط ونكرهه، وحتى بتلاقي ناس بيصيروا يحكوا أو يطلعوا إشاعات بس لأنه حدا ناجح وبدهم يعني يكسروه وينزلوا من مكانه. هاي اللي بتكون مؤذية كتير. أما الغيرة اللي بتعطيكي زي البوصلة بطريقة إحنا نكون صريحين مع حالنا، أهم شيء نكون واضحين مع حالنا ونوقفها قبل ما تكون أذية ونستفيد منها. أوكي طلع هذا الشيء أنا بدي إياه، فهي زي البوصلة. يعني بهالحالة الغيرة الإيجابية هي من نراقب خطوات غيرنا بالنجاح ونستلهم منها القوة والشجاعة إنه نواصل حتى نحقق أهدافنا الشخصية ونبني منها نتيجة كبيرة نكون سعيدين. صح؟ بالضبط.